توقعات برج الدلو اليوم السبت الموافق 5 أغسطس، 5 آب، 5/8/2023. بالنسبة ليك النهاردة يا دلو، هتكرس نفسك لأمور كتيرة عندها اهتمام روحي، هيجيب ليك سلام، هتتجنب انك تستسلم للاستفزاز، هتحاول تحافظ على هدوءك اكتر. بالنسبة ليك مهنيا، هتتقدم في الشغل وده هيبقى مصدر قلق للأشخاص اللي حواليك. لازم تركز على الهدف الصحيح مهما كان عشان تحقق النتائج. بالنسبة ليك عاطفيا، هتحاول تبني الثقة في شريكك من خلال انك تسترخي وتهدأ، هتبنيها في كل المواقف اللي بتبقى بتساعدك عشان تحافظ على السلام في العلاقة. بالنسبة ليك ماليا، محتمل انك يتم تكبيد نفقاتك الاضافية، هتبقى عندك امكانية الادخار صعبة جدا في اليوم ده. بالنسبة ليك صحيا، محتمل تعاني من الام في الساقين، هتفيدك التمارين البدنية بشكل كبير النهاردة عشان تتخطى الالم ده. هيرجعوا للورا النهاردة، هنميل اننا نحلل او نناقش علاقات ومشاعر كتير عندنا، في حين اننا ممكن نبقى مهذبين فضوليين، الا اننا ممكن ما نحفرش النهاردة بعمق في حياتنا. الشمس وبرج الاسد بيقضوا القمر يومه في برج الحمل، هنبقى متناسقين بعد ظهر اليوم، ممكن نبقى متحمسين وتفاعليين. هنحس النهاردة بان برج الحمل عنده بداية جديدة على مستواه العاطفي، هتبقى بتشغل بالنا في الفترة الجاية وهنبقى خايفين منها شوية، لكن الأمل دايما موجود، مفيش داعي للقلق زيادة عن اللزوم. كل اللي مكتوب هيحصل لينا، بس لازم نعرف نتعامل معاه بشكل أحسن. لازم نبقى قدوة في حياتنا للأشخاص الأصغر مننا في السن. لازم نبقى حذرين أكتر لما نبقى بنختار اختيار في حياتنا، ممكن يبقى لو عندنا تفكير فيه غلط مرة تانية. بالنسبة لينا، في تفاصيل كتير لازم نبقى حذرين من خلالها الفترة الجاية عشان نعرف نستفيد بيها في حياتنا الجاية. بالنسبة ليك النهاردة، دي كل توقعاتنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.